كما أوضح الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الأستاذ الدكتور شريف صدقي إن القمر حورس واحد سيتم استخدامه في العديد من المجالات، لا سيما تحسين الإنتاجية الزراعية من خلال رصد جميع مصادر المياه عبر القمر بدقة عالية. وأكد الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية أن القمر حورس واحد سيمكن مصر من رصد العديد من الكوارث الطبيعية كظاهرة التصحر، إلى جانب متابعة العديد من المشروعات القومية ورصد مراحل تنفيذها والمعوقات التي تواجهها، فضلا عن تعظيم دور مصر المحوري عربيا وإفريقيا على صعيد التنمية المستدامة. حورس واحد ده عبارة عن قمر صناعي للاستشعار من بعد، وبيحمل على متنه كاميرا تصوير عالية الدقة. طبعا لما بيبقى عندنا إمكانية ان احنا نصور من الفضاء كاميرا عالية الدقة، ده معناه ان احنا بنخدم كل متطلبات الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية 2030، إلى جانب إن احنا بنحقق كل متطلبات التنمية المستدامة. خلينا بس نشوف إيه هي التطبيقات المختلفة اللي ممكن نستفيد منها من هذا القمر. أولاً لما يكون عندنا القدرة على التصوير من الفضاء بدقة عالية، ده بيخدم قطاعات كثيرة. على سبيل المثال الحصر، احنا لو بصينا على القدرة على تحليل نوع التربة الزراعية على جميع أنحاء القطر المصري وتحليل الأجواء المحيطة بالتربة دي، ده بيخلينا نحدد أفضل أنواع المحاصيل الزراعية اللي احنا نقدر نزرعها في هذه التربة، وبالتالي بنعظم الاستفادة وبنحسن من الانتاجية الزراعية، وبالتالي ده له مردود كبير جدا على الأمن الغذائي وتوفير كل المتطلبات من الأرض المصرية للشعب المصري، بل بالعكس ممكن يكون في فائض نقدر نصدره وما له من مردود على توفير العملة الصعبة. إلى جانب إن احنا بنقدر نرصد كل مصادر المياه سواء كانت مياه جوفية أو سواء كانت مسارات للمياه والأنهار، دي بنقدر عن طريق التصوير عالي الدقة إن احنا نحدد مصادر المياه بدقة عالية، ودي طبعا دلوقتي ده موضوع مهم جدا جدا جدا، وده سر الحياة هو المياه يعني.